صباح الهنا وصباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح السعاده وصباح الابتسامه وصباح حسن الظن بالله. اهلا بكم في حلقه جديده من البلد يوكل مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. بدايه اسبوع جديد وبدايه يوم جديد ان شاء الله باذن الله، مليان خير وبركه ورضا من الرحمن ان شاء الله. النهارده في حلقتنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نرضي جميع الاذواق، اللي بيحب الكفته ماشي، اللي بيحب اللحمه ماشي، اللي بيحب الحلويات ماشي. النهارده باذن الله عندنا ثلاث اصناف باذن الله ان شاء الله باذن الله ينولوا رضاكم. طيب قبل ما نبدا في اي حاجه ونشوف مطبخنا النهارده في ايه، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، ومن اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدنا دايما ان شاء الله. طيب هنبدا بايه يا جمال؟ هنبدا بالحادق، والصنف اساسي لاي سفره فيها لمه او عزومه. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل لحمه بالرز المكرمل. يعني ايه بالرز المكرمل؟ يعني هنكرمل له سكر. يعني خلاص كده الموضوع خلص؟ هو سكر وخلاص الموضوع خلص واللحمه تمام؟ لا، ده لسه فيه بقى توابل كتير ولسه فيه مكونات كتير عشان تدينا تطعيمه رز مختلفه تماما عن اي تطعيمه هتدوقها في اي حته. طيب عندي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا يا جماعه ننزل اللحمه بالرز المكرمل. طبعا احنا ادينا صدمه كده للحمه مع رشه فلفل اسود لما تغير لونها علشان ما تاخدش معايا وقت في التسويه، زي ما حضراتكم شايفين كده. وحاطط لها كمان نوايه بلح علشان تستوي معايا بسرعه. مقاديرنا بتقول ايه في الرز المكرمل؟ معايا لحمه مكعبات، معايا كيلو رز بسمتي ابيض او اصفر ايا كان النوع اللي بتحبيه، المهم اهم حاجه بالنسبه لي يكون منقوع نص ساعه قبل ما تشتغلي بيه. بصلايه مفرومه، جزرتين مبشورين، معلقتين كبار فلفل احمر حامي مفروم، وثلاث معالق كبار صلصه طماطم، ميه مغليه. الرز البسمتي، معلش يا رغده حقك عليا، حددي لي مقدار الرز ومقدار الميه. الرز البسمتي مقداره عندنا النهارده 5 كوبايات او 5.5 او 5.5 على حسب العدد اللي انت هتعديه. المفروض ان هو يكون ضعف المقدار بتاع الرز ميه مغليه، ميه مغليه، ما تبقاش ان هي ميه عاديه من حنفيه او سخنه عادي او دافيه، لا انا عايزاها تكون ميه فعلا مغليه بتغلي قدامك كده، علشان الرز بتاعنا مجرد ما يتسقط على النار ما ياخدش غير ربع ساعه تسويه بس. معانا كمان مكعب مرقه ممكن تستغني عنه، معايا زبده وزيت. طيب المكونات اللي قدامي دي في بقى توابل بتاعتها كده علشان تدينا التطعيمات اللي احنا عايزينها. محتاجه ايه؟ معلقتين كبار سكر، ودور هكرمل منهم الرز. والنهارده التكنيك بتاعنا او الخطوات بتاعتنا مختلفه شويه علشان تطلع معانا مظبوطه. معانا ورق لورا، حبهان صحيح، قرفه بودر، بهارات برياني، والبهارات البرياني دي اللي احنا اللي عاملينها. استاذنك يا رغده ننزلها في اخر الحلقه علشان يعملوها على ايديهم، بتفرق كتير عن اللي بنشتريها من بره. معايا بابريكا وكاري وملح وفلفل اسود. طيب مجرد ما بنقول مثلا اللحمه بالرز المكرمل يبقى خلاص دانونا هتعمل اللحمه، وبعد كده هتروح حاطه عليها الرز بالسكر وتقلبهم مع بعض وخلاص كده الموضوع ادى شبيه بالكبسه شويه. وانا مش عايزه حاجه زي كده، انا مش عايزه حاجه زي كده، انا عايزه اطلع صنف حلو قوي بتطعيمه مميزه. طيب عامل ايه؟ عندي حله على النار هحط لها زبده وزيت، وطبعا انا هعمل كده، يعني دي الخطوه دي مكرره بالنسبه للحمه. طبعا انتوا لما تيجوا تعملوا اللحمه هتروحوا حاطين اللحمه تدوها صدمه مع رشه فلفل اسود، وبتدوها شقشاق ميه في شقشاق ميه. يعني ايه شقشاق ميه؟ يعني حبه ميه في حبه ميه لحد ما تبدا ان هي يتغير لونها خالص وتستوي معانا. طيب الخطوه دي طبعا احنا عملناها وخدنا اللحمه باللون ده. طيب معنى كده ان احنا مش هنحط زبده وزيت تاني لو احنا هنعمل في نفس الحله، لكن انا عشان الحلقه طبعا شلت الحله بتاعتها وبدات ان انا اعمل تاني علشان كل ده يتطعم فيه كل المكونات اللي هنحطها. زبده وزيت. وهعمل ايه دلوقتي؟ ادي اللحمه اللي احنا مدينها صدمه بسم الله، ولونها متغير بالشكل ده ودخلت في السوا كمان بسم الله. بصوا شكل اللحمه عامل ازاي. هنشوحها شويه كمان وارجع بعد كده احط عليها باقي المكونات كلها. واحنا بنصبح على بوسي ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل عليك يا ستي. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ بجد والله العظيم انت فرحه بتدخل البيت حبيبتي من اول الساعه 10 الله يسعدك لحد ما تخلصي. بجد والله انا بحبك قوي، ومهما قلت مش هعرف اشكرك على الحاجات اللي انت بتعمليها. يا حبيبتي انا اللي بشكرك على متابعتك، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليكي، انا على فكره متابعاكي والله، بس انا مش بعرف اكلمي. بس بجد بشكرك والله من القلب. الشكر ليكي حبيبتي على متابعتك لينا، ما تحرمش منك ابدا ولا من كلامك الحلو.
ممكن ابعت اهداء؟ اه طبعا اتفضلي. بقول لرجب جوزي اسمه رجب حمدي، ربنا يخليك ليا يا رب ويخليك لمريكا يا رب، ويديمك على طول في حياتك يا حبيبتي. ربنا يديمكم في بعض ويحنن قلوبكم على بعض يا رب، ويسعد قلوبكم ببعض، ويخلي لك حبايبك يا رب ان شاء الله باذن الله، ويملى حياتكم هنا وسعاده وخير يا رب، اللهم امين. بصوا كده بعمل ايه وانا بكلم حبيبتنا، حطيت كل المكونات على اللحمه، حطيت كل المكونات على اللحمه، كل التوابل اللي موجوده معانا حطيتها ما عدا الجزر، ما عدا الجزر. الجزر ده امتى هسيبه؟ في الاخر خالص. كل كده ده يتشوح مع اللحمه علشان يشرب من بعضه. بالشكل ده كده شايفين شكلها اختلف تماما ازاي. انا لسه ما حطيتش اي سوائل، كل ده كده لسه اهو بيستوي مع بعض، شايفين لون اللحمه عامل ازاي. طيب الجزر اللي احنا عاملينه ده هيتعمل امتى او هيتحط امتى؟ لا هيتحط مش دلوقتي، لان انا مش عايزاه للحمه، انا عايزاه للرز، عايزاه للرز. طيب كده خلاص اللحمه المفروض ان هي تعتبر استوت معانا، لان احنا مسويينها من قبل الحلقه عشان وقت البرنامج، وبدات ان هي تتطعم من التطعيمه اللي احنا المكونات اللي احنا حطيناها كلها. طب انا عايزه دلوقتي اعمل الرز، هعمل ايه؟ هعمل كده. بصوا بقى اللي انا هعمله، حبه، لا مش الزيت، الحله عندي سخنه ورحت حاطه السكر، الحله سخنه شايفين المنظر عامل ازاي، بدا السكر يتكرمل معايا على طول. بسم الله، انا حطيت بس ايه كوبايتين، الكوبايتين اللي حطيتهم دول من مقدار الميه اللي انا هحطها. انا عندي 5.5 رز، يعني قصادهم 11 ميه، 11 من الميه حطيت منهم كوبايتين دلوقتي، يبقى انا فاضل لي 9 كوبايات من الميه. طيب وهعمل ايه تاني علشان اطعم الرز؟ بصوا معايا، شايفين التطعيمات دي كلها، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. انا عايزة الرز بتاعنا يبقى واخد لون حلو هياخده من الكراميل، وفي نفس الوقت يبقى واخد تطعيمة حلوة من اللي احنا عاملينها مع اللحمة. يبقى انا هعمل كده، حطيت هنا كوبايتين، بسم الله. بص انا باخد بالبصل بكل المكونات اللي نازلة عشان اطعم بيها الرز اللي احنا بنعمله بالشكل ده كده، ادي كده 3، هنا كده في 3 كوبايات من العقد بتاع الرز، ولازم نظبطه عشان يطلع معانا مظبوط. عدي معايا يا رغده على ما نصبح على حبيبتنا ام عمرو. صباح الهنا. صباح الفل يا نونا، عامله ايه؟ صباح الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي، انا بحبك قوي والله يا نونا. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك. ربنا يسعدك يا رب، حتى زي ما انت بتسعدينا دايما كده يا رب. الله يبارك لي في عمرك. والله انت بتفائل بيكي كل يوم كده، والله حبيبتي. بتفائل بيكي، وشك بسم الله ما شاء الله عليك. الله يسعد قلبك يا رب، ربنا يكرمك ويسعد ما بين ايديك يا رب، ويصلح حالك وحالك. الله يبارك لي فيك. النبي شوف، عايزه طريقه اللحمه بس، عايزه اعملها مشويه بس في الصينيه. مشويه في الصينيه، عينيا الاثنين. حاضر. يعني انا متبلها من بالليل، هل تنفع لنا شويه في قلب الصينيه ولا لازم طبعاً على فحم؟ لا لا طبعا تنفع، ونعمل لها بعد كده فحميه وتطلع معانا زي الفل. عينيا هقول لك هي طريقتها. حاضر دلوقتي. عينيا استناك يا حبيبي. نورتيني يا ام عمرو، نورتيني. كده كام يا رغده؟ دول كده 6 كوبايات. طيب تمام، احنا المقدار بتاعنا اصلا 11 كوبايه، 11 كوبايه من الميه، ادي 6، والمفروض ان احنا نعمل 5 كمان. الله، 1 مالوش تاني، 3، 4، ادي 5. كده بقى عندي 11 كوباية من السوائل علشان انزل فيهم الرز، واللحمة عندي تمام وزي الفل، هزودها هي كمان شوية مية واغطي عليها، وبعد كده اشوف تسويتها تبقى عامله ازاي في اخر الحلقه. بص انا بحط ايه؟ ميه مغليه، ما ينفعش احط ميه عاديه،
عشان ما اوقفش التسويه بتاعه اللحمه اللي احنا شغالين بيها بالشكل ده كده. يبقى انا كده طعمت الرز من نفس التطعيمه بتاعه اللحمه اللي انا عملت بيها التوابل والكلام ده كله وكل المكونات، وفي نفس الوقت كرملتها علشان تديني لون اغمق من اللون اللي كانت هتاخده مع الشوربه. دلوقتي اعمل ايه؟ بسم الله. بصوا انا سقطت اهو الرز، من بمجرد ما تسقط الرز في الميه السخنه نحسب على ايدينا ربع ساعه، نحسب على ايدينا ربع ساعه هيكون الرز اللي معانا ده مستوي وتمام وزي الفل، وهيطلع لنا بلون في منتهى الجمال. طب كده يا نونا انت لسه برده ما حطيتيش الجزر، ما الجزر ده هيتحط امتى؟ الجزر ده هيتحط لما الرز بتاعنا يتشرب. يتشرب الرز نبدا ننزل بالجزر علشان ما يتهريش معانا وهو بيستوي. بسم الله. نظبط الملح بقى بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. توابله هايله قوي 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 بجد، مش عشان انا اللي عاملاه بقول كده، بس هو فعلا طعمه ممتاز. كده تمام وزي الفل. شايفين لون الرزايه بقى عامل ازاي؟ بصوا، من الرز اللي احنا من السكر اللي احنا كرملناه، وفي نفس الوقت من الخلاصه بتاعت اللحمه اللي نزلت معانا اللي كان فيها صلصه طماطم وفيها قرفه بودر وفيها بهارات البرياني، وهنزلها لكم ان شاء الله في وسط حلقتنا لما نيجي ننزل مقادير الرز تاني. كده الرز خلص واللحمه على النار، نغطي كده ويبدا ان هو يغلي، واول ما يبدا يتشرب ميته نبدا ان احنا نهدي عليه النار خالص، نظبط ساعتنا ربع ساعه ويكون مستوي. اللحمه ماشيه معانا تمام وزي الفل، الله اكبر عليها. نحط لها وهي بتستوي نوايه بلح علشان يسرع التسويه بتاعتها. يبقى كده اول وصفه خلصت، وهنسيبها تستوي براحتها ونشوفها ان شاء الله في وسط حلقتنا او اول ما تستوي. نطلع فاصل ونرجع من الفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه لعشاء المكرونه ولعشاء الكفته بطريقه مختلفه ان شاء الله باذن الله تنور رضاهم. كل ده بعد الفاصل. اطراف اي حته مستنيه. انت لازم تطلعني ارجع من الفصل ارجع وانا بضحك. تعالوا مع بعض نشوف الرز شكله اخباره ايه. هو بدا يتشرف عشان كده نقلته. بص الله اكبر عليه، نقلته على النار الاهدى. التخريمه اللي فوق اللي على الرز دي علامه من علامات تشريب الرز، ان هو خلاص بدا يستوي يتشرب ميته، يبقى كده فاضل له حاجات بسيطه قوي. قلت لكم هنحط الجزر امتى؟ هنحطه لما يتشرب معانا. بسم الله. بص شكل الرز عامل ازاي، الله اكبر عليها. بصوا المنظر، شايفين؟ بصوا. نبدا بقى دلوقتي نحط الجزر. شايفين نزلت بالجزر بعد الرز ما اتشرب علشان يبقى الجزر ظاهر معانا كده ومدي شكل حلو. لكن لو كنت انا حطيته من اول الرز ما اتعمل كان هيدوب ويبوش ويبقى مش باين معانا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ هو احنا كده الوقت بتاعنا فاضل قد ايه من الربع ساعة؟ فاضل 7 دقايق والرز معانا اتشرب، يعني هو على على قد ال7 دقايق هيكون استوى معانا خالص. احنا شفنا شكله ان هو اساسا، بصوا المية اتشربت ازاي؟ وبصوا شكل الرز بقى عامل ازاي؟ يعني هما فعلا الربع ساعة على تسوية الرز هيبقى معانا تمام وزي الفل. قبل ما نبدأ في الوصفة التانية نبص على اللحمة كده معانا. بسم الله الله أكبر. شايفين المنظر؟ دي بقى احنا مش عايزينها بقى يكون فيها صوص خالص ولا سوائل من الكلام ده كله. لا أنا هستنى لما كل ده يتشرب وأشوف التسوية بتاعتها. والله لقيت إن هي لسه ما استوتش، هروح مديها شوية مية سخنين كمان. استوت يبقى تمام وزي الفل. انا عايزه الصوص بتاعها او كل المكونات اللي كانت فيها تتقل معايا، ما تبقاش خفيفه بالشكل ده، عشان بعد كده لما اجي اقدمها على الرز تبقى مدياني نتيجه زي الفل. طيب هبدا بايه بقى دلوقتي؟ الوصفه الثانيه العشاء. احنا عملنا حاجه لعشاء الرز، هنعمل دلوقتي حاجه لعشاء المكرونه والكفته. مقاديرنا هتنزل على الشاشه وهنشوف المكونات كلها، ما تستغربوهاش ان هي كتيره بس هتلاقوها ان شاء الله موجوده عندكم في البيت. لقيتوا مكون اتنين مش موجودين شيلوهم من الوصفه، ما تكلفوش نفسكم فوق طاقتكم. اللي مش موجود ممكن نستغنى عنه. التطعيمات نفسها هتبقى حلوه في منتهى الجمال حتى لو شلنا مكون او اتنين. طيب مكونات الكفته نفسها بتقول ان احنا معانا ايه يا جمال؟ يلا بينا على الشاشه.
مقاديرنا اهي على الشاشه، مكرونه بالخضار والكفته. لعمايل الكفته نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا حزمه بقدونس مفروم ورق بس من غير عيدان، ومعايا كمان بصلايه مفرومه ناعم جدا علشان هعصرها وكويس قوي علشان اخلطها مع اللحمه. معايا معلقتين كبار ثوم مفروم، معلقتين كبار فلفل احمر حامي مفروم، معلقه كبيره بيكنج باودر. وفايده البيكنج باودر هنا ان هو ما يخليش الكفته مكتومه، وفي نفس الوقت يديها هشاشان كده وحجم اكبر ونفشه كمان. بقسماط مطحون ده يا اما هحطه يا اما ما هحط مش هحطه. طيب امتى نحط البقسماط المطحون وامتى ما نحطوش؟ حسب الدهون اللي موجوده في اللحمه. يعني لو الدهون اللي موجوده في اللحمه كتير يبقى لازم هنحط حبه بقسماط كده نمسك بيهم الخليط بتاع الكفته، لكن لو الدهون بسيطه ممكن نستغنى عنها. طيب هنبدا نحطه في انهي مرحله؟ بعد ما اخلط المكونات كلها مع بعضها وامسك الكفته في ايدي، اتشكلت بكل سهوله وما لقيتهاش مسيله يبقى انا مش هحط لها البقسماط. لقيت ان هي خفيفه في ايديا كده وبتبدا ان هي تسيل وعايزه حاجه تمسكها، هبدا ان انا احط لها شويه البقسماط. فمعنى كده ان البقسماط على حسب الدهون اللي موجوده في اللحمة. معنا ايه كمان؟ بابريكا وكمون وملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايز. طيب عندي الكبة، ودي افضل طريقة علشان اتأكد ان المكونات كلها اتخلطت مع بعضها. ادي البقدونس واحط كل التوابل الاول، بابريكا وكمون، وادي البيكنج باودر كمان معانا والثوم. واحنا بنحط مكونات الكفتة كده نقول مكونات المكرونة يا رغدة. معانا مكرونه سباكيتي مسلوقه، وايا كان النوع اللي انت عايزاه بس هي الوصفه دي بصراحه حلاوتها في الاسباكيتي. اربع طماطمات مكعبات، بصلتين جوليان، معانا ايه كمان؟ فلفل الوان شرايح، ومشروم فريش شرايح، وممكن نستغنى عنه بس صدقوني للوصفه بيبقى حلو جدا. وهي وصفه المكرونه بتاعتنا اصلا معموله بالخضار، والخضار النهارده معانا المشروم والبصل والفلفل. ومعانا فلفل احمر حامي شرايح وممكن يبقى مفروم، 3 معالق كبار صلصه طماطم، زبده وزيت، وكوبايه جبنه شيدر، وجبنه موتزاريلا، وممكن ان احنا نستغنى عنهم لو مش موجودين عندك ما تكلفيش نفسك فوق طاقتك. معانا ايه كمان؟ بس خلاص كده شكرا. طيب نرجع دلوقتي للكبه اللي عندنا. حطيت ايه؟ عصرت البصل وادي الميه اللي نزلت منه. بصوا كميه، هي معصوره في المطبخ لكن لما جت وقعدت شويه ادي كميه الميه اللي نزلت منها. فعلشان كده ما ينفعش ان احنا نحطها على طول واحنا يعني معتقدين ان هي مش هتنزل تاني، كده يبقى مباشره لازم هتبقى محتاجه بقسماط عشان هنلاقيها مسيله. فعلشان كده عصرتها كويس تاني قبل ما اعملها. حطيت بقدونس وحطيت ثوم وفلفل حامي احمر وبصل وبابريكا وكمون، فاضل ايه؟ ملح وفلفل اسود. واخلط الخليط ده كله مع بعضه الاول، انعمه خالص قبل ما انزل باللحمه المفرومه شويه شويه. وارجع واقول البقسماط هيتحدد كميته امتى، او هنتحدد هيتحط اصلا او لا بعد ما نخلط اللحمه المفرومه كلها مع بعضها ونشوف هل هي مسيله ولا ماسكه نفسها. بسم الله، نشغل كده على المكونات دي. بسم الله. الشكل اللي قدام حضراتكم ده اتخلط كويس جدا. هبدا انزل بقى باللحمه شويه شويه علشان كل المكونات تبقى ميه واحده. يعني ايه ميه واحده؟ يعني ما الاقيش حته بصلايه طالعه، ما الاقيش حته فلفلايه طالعه، حبه من البقدونس كده طالعين، لا انا عايزه كله يبقى عجينه واحده عشان اخلطها كويس قوي. وهنشوف شكلها دلوقتي، هتلاقوها تحفه. بالشكل ده كده. واشغل عليها علشان تتفرم كويس وكل المكونات تتخلط، واحنا نبص على الرز علشان عدى عليه الربع ساعة. بسم الله. بصوا كده معايا، شايفين المنظر؟ استوى تماما، ما بقاش فيه الميه اللي احنا كنا شايفينها وهو بيتشرب.
بص الله اكبر عليك، الحبايه بحبايتها مفلفل وزي الفل، الميه مغليه منقوع ربع ساعه، هو ربع ساعه على النار، الميه مغليه منقوع نص ساعه، هي ربع ساعه على النار، وما يتنقعش في ميه سخنه بتغلي علشان ما يبصش مننا ونرجع نقول الرزايه باشت وباظت مننا، لا ميه عاديه من الحنفيه او ميه دافيه لكن مش ميه مغليه، والميه اللي يتسقي بيها ميه مغليه. شوف بقى كده من على النار. طب ليه ما طفيناش وحطيناه على النار زي ما هو؟ لا ما ينفعش، هتلاقوه استوى زياده، ولو استوى زياده عن التسويه اللي هو محتاجها هتلاقوه ان هو نشف معانا وحصل، فمجرد ما استوى خلاص احنا شلناه من على النار. اللحمه ماشيه معانا تمام وزي الفل. نغطي عليها كده ونوطي عليها النار ونسيبها. طيب نيجي بقى للكفته ونشوف ايه اللي حصل لها. الله اكبر عليها. بصوا كده بقى، بصوا كده لما بتتخلط كلها مع بعضها بتبقى كلها ميه واحده. من مسكتي للحمه كده انا شايفه ان هي مش هتحتاج اي بقسماط خالص. ليه؟ اولا ما كانش فيها دهون كتير، ثانيا احنا عصرنا ميه البصل بتاعتها كويس جدا، فعلشان كده هتتشكل معانا بكل سهوله. بصوا لون التتبيله نفسه عامل ازاي. طيب اما اعمل كده شايفين ميه واحده ازاي، ولا في بصلايه طالعه ولا في بقدونس طالع ولا فلفل ولا اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده. طيب هنجيب طبق ونشكل عليه الكفته ونطلع فاصل يا جمل، ونرجع من الفاصل نكون خلصنا الكفته علشان في نفس الوقت نحط طاستين على النار. طاسه هنعمل فيها اللحمه او الكفته دي، نديها الصدمه بتاعتها قبل ما ننزل لها بقى الصوص والكلام ده كله، علشان في نفس الطاسه بتاعتها ممكن ان احنا ناخد العصاره بتاعتها. بس عشان وقت البرنامج انا ممكن اشتغل في طاستين، وهقول لكم هنشتغل في طاستين ازاي بعد ما ارجع من الفاصل واكون صبعت الكفته شويه صغيرين وراجعين. اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. ورجعنا من الفاصل. عملت ايه في الفاصل؟ صبعنا او شكلنا اللحمه الكفته كرات، وحطينا كنا حاطين طاسه على النار تسخن، حطيت فيها زيت وزبده وبدات ان انا ارص الكفته، وبدات ان انا ادحرجها بالشكل ده. تتدحرج بالشكل ده هتاخد اللون معانا على طول. هي كده استوت؟ لا لسه ما استوتش، الصبر بس كده علينا، هي دوب خدت الصدمه او خدت اللون. بصوا لما بتكون الكفته متماسكه مهما اتحركوا فيها ما تفكش. لما بتنزل في الطاسه وهي سخنه ما نحركهاش على طول، عملنا الطاسه كلها ومليناها، ابدا بعد كده ثانيه كده واعمل كده، لقيتها ما تهزتش معايا وما فكتش، ما تعفاش عليها علشان ما لقاهاش فكت مني، ابدا ان انا تاخد الصدمه وابدا ان انا احركها بالشكل ده كده، ما ارجفش جنبها ولا معلقه ولا شوكه ولا اي حاجه، خدت اللون بتاعها وتغير اللون بالشكل ده كده. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ هروح عامله حاجه بسيطه جدا، عندي وك على النار وهنزل فيه بشويه من الزيت. وك حله زي ما انت عايزه، صينيه اللي يعجبك، واروح حاطه فيه حبه من الزيت، ولازم يكون سخن جدا علشان يقوم معايا على طول. طيب المفروض ان انا عندي مشروم وعندي بصل، لو نزلت بالبصل الاول هيبدا ان هو يهبط لي السخونيه بتاعه الزيت، لكن انا عايزه انزل بالمشروم الاول علشان ياخد التطعيمه وياخد اللسوعه اللي انا عايزاها. بالشكل ده كده الزيت سخن، هنزل كده بالمشروم مع رشة فلفل اسود يتغير اللون بتاعه ويديني اللي انا عايزاه. شايفين؟ لو كنت نزلت بالبصل الاول ما كانش اداني الشعوطه بتاعت المشروم دي. حبايبنا واخواتنا الاقباط كل سنه وانتم طيبين، طبعا بمناسبه صوم مريم العذراء. فعايزه اقول لكم على حاجه، ان الوصفه اللي احنا بنعملها دي ممكن نعملها من غير الكفته ومن غير الجبن، يعني نعملها بالمشروم ونعملها بالمكرونه والفلفل والطماطم والصلصه وباقي المكونات، ولكن ما نحطش جبن وما نحطش لحمه. بصوا كده لونه عمل ازاي بالشكل ده. هبدا انزل بيه، انزل برده بالبصل ولا انزل بايه؟ لا هنزل بالفلفل عشان انا عايزاه برده يتشعوط. الفلفل برده بيجيب سوائل وبيجيب ميه، لكن انا عايزاه ينزل قبل البصل. مجرد ما المشروم خد اللون حلو كده برشه الفلفل الاسود اروح نازله بالفلفل على طول.
تشويحه بسيطه كده، مش عايزاه يدبل كتير. واروح نازله بالبصل، رشه فلفل، رشه من الملح علشان البصلايه تكرمل معانا، تفكك معانا وتدبل بسرعه. عايزه تحطي شويه من السكر علشان يطلع معاكي مكرمل وطعمه فيه تسكيره كده زي ما انت عايزه. عايزه تحطي له تحطي لها حبه دبس رمان ماشي، عايزه تحطي لها حبه صويا صوص ماشي، بالشكل ده كده. ابدا بقى دلوقتي انزل بايه؟ انزل بالفلفل الحامي وصلصه الطماطم والطماطم المكعبات. واشوح ده كله مع بعضه، وابدا بقى اتبل واملح. بص انا حطيت الطماطم امتى؟ اخر حاجه علشان ما تجيبليش ميه زياده برضو مع الوصفه. بالشكل ده كده. محتاجه ايه؟ محتاجه ميه سخنه. حوالي كوبايه. بالشكل ده كده. نونا طب احنا لسه في عندنا جبن، الجبن ده تتحط امتى؟ والكفته بره والمكرونه بره ايه الكلام؟ لا اولا الجبن مش هتتحط دلوقتي خالص، الجبن هتتحط بعد المكرونه ما تتحط وتدخل الفرن. عفوا. بالشكل ده كده. وابدا دلوقتي افضي حواليا علشان هاجي نعمل خطوه مهمه جدا. عايزه اقول لكم على حاجه، انا وانا شغاله نسيت، انا ما خدتش بالي ان ميه سليق المكرونه موجوده، بس هو المفروض ان احنا الميه اللي انا حطيتها دي بناخدها من ميه سليق المكرونه علشان تتقل لنا الصوص بتاعنا وفي نفس الوقت تدي له تطعيمه في منتهى الجمال. بس انا استعجلت ورحت حاطه ميه عاديه. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ ما كانش ينفع ان انا اعديها كده، لا لازم اقول لكم على حاجه حتى لو نسيتها. بعمل كده بالشكل ده كده. الكفته هتكمل تسويتها وتشرب من العصاره اللي نزلت كلها من الخضار بالشكل ده كده. هغطي عليها واسيبها حوالي 10 دقائق. 10 دقائق مش اكتر. احنا عارفين ان الكفته اساسا او اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت في التسويه، فهو يا دوب 10 دقائق زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول ان انا اغطس الكفته او اخليها تشرب من العصاره نفسها عشان لما بعد العشر دقايق هروح مقلبه معاها المكرونه واحطها في صينيه او في بايركس واحطها في الفرن وعلى الوش الجبن بتاعتها، وهتبقى طبق في منتهى الجمال. قبل ما نطلع الفاصل نصبح على مين؟ ونصبح على ام ايمن ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا شيخ، صباح الجمال على عيون حضرتك. الجمال والالوانات الجميله دي حبيبتي، الله يسعد قلبك. الكفته الملونه دي حبيبتي، الله يبارك لي فيكي، ما تحرمش مني. صباح الفل، تسلم ايديك، تسلم وقفتك، تسلم الصحه والعافيه. الله يبارك لي في عمرك يا رب، تسلمي لي، ما تحرمش مني والله. ده انا نفسي ان انا اكلمك. انا ام ايمن اللي قلت لها على بلح الشام لابني، كل ما ينزل من اجازه الجيش يعمله يا حبيبتي. ربنا يبارك لك فيه، يبارك لك فيه يا رب، ويرجعه لك سالم غانم. اللهم امين. انا عايزاكي بقى بعد اذنك، بعد أنا اذنك يعني ان شاء الله، عايزاكي تحيي لي زين ابن بنتي، زين محمود عطيه الجميل، عيد ميلاده النهارده. كل سنه وهو طيب وبالف خير، وانت كل سنه وانت بخير يا زين يا رب، وعقبال ما تيتا تشوفك احلى عريس. اللهم امين يا رب يا رب يا رب يا حبيبتي. خطوه جميله عقبال ما تشوف الحبايب. حبيبتي الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك ابدا يا رب. ربنا يسعدك ويوفقك يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، شر الاشرار ان شاء الله يا رب. اللهم امين، يعيشك من الشر انت واللي معاكي كلهم يا رب يا رب، الشفات كلهم والله كرامه محترمه محترمه فوق الوصف والجمال. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي لي، ما تحرمش منك ابدا يا ماما. الله يبارك لي فيك، تسلمي لي، نورتيني. تعالوا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل تكون تمام. انا عارف ليه، معلش. يلا بينا، هنسيب الكفته على النار تبدا ان هي تتشرب معايا، ولما نرجع نقلب الاثنين مع بعض ونحطهم في الفرن وعليهم الجبن، ونرجع تكون اللحمه استوت. انا وديتها في المطبخ تستوي علشان ما يبقاش في عندي زحمه على البوتاجاز عشان اعرف اشتغل كويس. اما نرجع نشوف شكل اللحمه عامل ازاي، ونقدمها مع الرز، ونشوف الكفته بتاعتنا نحطها مع المكرونه في الفرن، ونشوف الصنف الثالث بتاعنا النهارده هيكون عباره عن ايه. كل ده بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم.
ورجعنا من الفاصل. بصوا كده شكل الكفته معانا، شايفين المنظر؟ الله اكبر عليها، بصوا المنظر عامل ازاي. طيب كل اللي فاضل معايا دلوقتي ايه؟ ان انا هروح جايبه المكرونه كده ايا كان بقى اللي انتوا عاملينها، بينا سباكيتي مقصوصه زي ما انتوا عايزين، واروح ماسكه كل الحلويات اللي احنا عملناها دي. بسم الله الرحمن الرحيم، وراح عامله كده. انا ليه عملت الشكل ده كده؟ علشان انا عايزه كله يشرب من بعضه، وهقلبهم وهحطهم في طاجن بايركس، واحط عليهم الجبن من فوق. عايزه تحط المكرونه في الارضيه وعليها كل الخليط ده وعليها الجبن، ماشي، بس هحس ان انا لما تيجي تاكلي مش هتبقى كلها شاربه من بعضها. يعني انا عايزه كل شوكه تاخديها تبقى داخل فيها خضار، داخل فيها مشروم، داخل فيها كل المكونات بتاعتها. بصوا كده شربت كلها من بعضها، وابدا ان انا اروح جايبه البايركس كده. بسم الله، هتلاحظوا ان انا حطيت الكفته والحاجه بره المكرونه، على المكرونه بره، انا ما حطيتش المكرونه على النار، ما حطيتهاش على النار. طب ليه عملت حاجه زي كده؟ علشان انا عايزه المكرونه ما تستويش زياده عن اللزوم. هو يا دوب الشويه اللي هيدخلوا الفرن مع التسيحه بتاعت الجبنه، يبقى انا كده تمام جدا. هنعمل كده ونجيب الكفته فوق كده بالشكل ده. مساء الخير، ننضف ده كله دلوقتي ونشيل اللي حوالينا من المنظر ده، ونجيب بقى بعد كده الجبنه اللي احنا عاملينها. وارجع واقول تاني، ممكن ان احنا نعمل الوصفه من غير الكفته، يعني نعمل المكرونه بس بالخليط الحلو ده من غير ما نحط كفته، علشان حبايبنا واخواتنا الاقباط ميبقاش عندهم مشكله خالص. بالشكل ده كده ننضف حوالينا ونحط الجبن ونحطها في الفرن. بنحطها تحت الشوايه، مش بنحطها تحت، يعني نشغل الشوايه لكن ما نشغلش تحت. بسم الله الرحمن الرحيم، كل ده طبعا هيسيح معانا، مش قادره اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي. بالشكل ده كده تحت الشوايه، مش هنحطها من تحت، يعني اشغل الشوايه بس عشان انا مش عايزه المكرونه تنشف مني، لا انا عايزه يا دوب الفرن يكون سخن واروح مشغله الشوايه علشان الجبن تسيح وخلاص على كده. ونصبح على مدام نرجس ونقول لها صباح الهنا. الو، صباح الفل على عيون حضرتك، عامله ايه؟ خير يا شيخ، صباح الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله نشكر ربنا. يا رب تكون بخير. دايما حضرتك ايه؟ ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي، 10 اسئله مش سؤال واحد. امي عندي كميه ليمون كثيره، ينفع اعصرها واحطها ازايز؟ ينفع تعصريها، وهقول لك على حاجه احسن من الازايز كمان علشان ما تاخدش منك مساحه في الثلاجه. عينيا الاثنين، عينيا، هقول لحضرتك حالا. نورتيني يا مدام نرجس. بصوا كده بالنسبه للليمون اللي عند مدام نرجس، تعالوا الاول نحط قالب المكرونه في الفرن ونرجع نشوف هنعمل ايه في الليمون الكتير اللي عند مدام نرجس. طيب حضرتك بتعصريه بالعصاره او على ايدك زي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده من غير فويل ولا غير اي حاجه خالص، انا محتاجه ان الجبن تسيح واروح مطلعها على طول، يعني 5 دقائق 10 دقائق بالكتير على حسب حراره الفرن، ويفضل ان الفرن يكون عالي عشان ما تاخدش وقت جامد في الفرن معانا. طيب بالنسبه للليمون اللي مدام نرجس بتتكلم عنه، هنعمل ايه؟ حضرتك هتمسكي تغسليه كويس جدا وتروحي حطاه في مصفى وتبداي تعصريه على ايدك او تبداي تعصريه على حرف السكينه زي ما حضرتك عايزه، وتبداي بعد كده تجيبي اللي هي قوالب التلج. قوالب التلج اللي هي بتاعت مكعبات التلج، تبداي تمليها. امي ربنا يديها الصحه بصراحه، اما بيكون الليمون رخيص بتبدا ان هي تجيب وتعمل كده، علشان لما يجي الليمون يبقى ب 50 جنيه وب 100 جنيه يبقى هي موجوده عندها في الفريزر، ما تحتاجش ان هي تجيب من بره. طيب بتعمل ايه؟ بتمسك الليمون بتعصره وتحطه في قوالب التلج وتحطه في التلاجة لتاني يوم لحد ما بيجمد، ومجرد ما يجمد خالص ويبقى، بصوا اللحمه ما شاء الله عليها،
ولحد ما يجمد خالص ويبقى ماسك نفسه كده ومجمد زي مكعبات التلج، بتبدا تفضي القوالب بتاعه التلج نفسها في اكياس ثلاجه، تبدا تحطها في الاكياس، تحس بقى الكيس كده كبير كده وفي المكعبات موجوده. احتاجت وقت ما تحتاج تدبل سمك، عايزه تعمل عصير ليمون، حمص الشام، بتعمل بتنجان مخلل، تروح واخده المكعبين حطهم في الكبه مع الثوم مع الكمون مع الملح وكله، وتبدا تضربهم بقى عندها تتبيله. وفي عز ما بيكون الليمون غالي تلاقي عند امي الله يديها الصحه يا رب ويبارك لي في عمرها، تلاقي الليمون موجود عندنا في الفريزر ما فيهوش اي مشكله. طيب اللحمه عندي كده تمام وزي الفل. عندي الرز اهو الله اكبر عليه، تعالوا نبدا ان احنا نقدمه علشان نحط اللحمه من فوقيه ونشوف شكلهم عامل ازاي. الرز استوى في خلال ربع ساعة، وزي ما قلت لكم ربع ساعة بالظبط بيكون بسم الله بيكون مستوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد اللحمة كده كمان معانا بسم الله عشان يبقوا جنب بعض كده واحنا بنقف، ونصبح على ام محمد نقول لها صباح الهنا. صباح الفل عليكي، عاملة ايه اخبارك؟ جمال ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ منورة نورك حبيبتي، الله يسعد قلبك تسلميلي. أنا عايزة أسأل لو سمحت على رز بلبن، عايزة أحط له كريمة. كريمة لباني؟ أحط له أو ولا كريمة خاصة؟ هجيب، عايزة أجيب كيلو لبن، أحط له قد إيه رز؟ تحط له قد إيه رز؟ كوباية. كوباية، طب والكريمة أحطها إمتى؟ قبل بعد ما يستوي؟ وهو مش بعد ما يستوي، وهو خلاص سقطت اللبن حطي معاه الكريمة عشان تبدأ إن هي تتقل معاكي. يعني لما احط اللبن احط الكريمه تستوي معاه؟ احط الكريمه تستوي معاه علشان هي اللي تتقل، عشان هي اللي هتحدد اذا كنت هتحطي نشا او مش هتحطي. صح. طيب والفانيليا احطها امتى؟ والفانيليا في الاخر خالص، ويفضل ان هي ما تكونش سايله علشان ما تغمقش الرز بلبن، لا تكون اللي هي البودر بتاعتنا. يعني الكريمه احطها مع اللبن؟ مع اللبن. احط قد ايه لو سمحتي؟ انا يعني جايبه كيلو لبن. كيلو لبن حط عليه مقدار اللي هو العلبه اللي هي ربع كيلو. حاضر يا حبيبتي، شكرا. ميرسي حبيبتي، نورتيني نورتيني باتصال حضرتك. بصوا كده شكل الرز عامل ازاي، مفلفل وفي منتهى الجمال، شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون دوت جه من معلقه السكر اللي احنا كرملناها، وفي نفس الوقت من التوابل والبهارات اللي نزلت من الرز، من اللحمة أسفة، وخدنا منها وإحنا بنعمل الرز. شايفين المنظر عامل إزاي؟ بسم الله. ماشي أوكي. بصوا كده شايفين المنظر، ريحته هايله وتطعيمته انا متاكده ان هي هتكون تجنن، واخد من كل التوابل البهارات اللي احنا حطيناها مع اللحمه، وفي نفس الوقت الكرمله بتاعت السكر مدياله لون تحفه. زي ما قلت لكم يتنقع نص ساعه، الميه تكون مغليه، ما يقعدش على النار اكتر من ربع ساعه. اسرع رز ممكن يتعمل لو مشينا على الخطوات بتاعته مظبوطه وصح، تاخدي منه نتيجه في منتهى الجمال. طيب ده كده بالنسبه للرز. هنعمل ايه دلوقتي؟ نبدا نغرف عليه اللحمه. بسم الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حته ان احنا نعمل اللحمه الاول دي لوحدها في حله ونديها نوايه بلح علشان تستوي معانا بسرعه، وشقشق ميه في شقشق ميه ما نكترش الميه بتاعتها، بتدينا نتيجه تحفه. بالشكل ده كده متهيألي لو عندك عزومه او عندك ضيوف غفله حتى جايين مش من غير ميعاد، او كلموكي في الطريق او هم جايين في الطريق واقول لك احنا جايين في الطريق ومش عارفه تعملي ايه، متهيألي مفيش احلى من الاكله دي ولا اسهل منها تقدري ان انت تعمليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العصاره اللي نازله دي كلها والجمال ده كله استحاله ان احنا هنقدر نستغنى عنها او ان احنا نرميه. طيب احنا ممكن ننزل الوصفه كلها مع البهارات، يلا بينا. تمام.
هننزل دلوقتي مقادير ايه؟ هننزل مقادير الرز واللحمه تاني، وهنزود عليها رغده جابت لنا بهارات البرياني اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، ودي هنستخدمها النهارده بدل بهارات اللحمه. البهارات اللي احنا هننزلها دلوقتي لو استخدمتيها في اي نوع رز بتعمليه هيتبله ويديله تطعيمه في منتهى الجمال. بسم الله يلا بينا نعمل كده، والصوص اللي احنا عاملينه ده نبدا نقدمه في بولات جنبينا بيتطعم به الرز. ممكن تحطيه على الرز هيديكي تطعيمه في منتهى الجمال. معانا ايه؟ معانا مقادير الرز اللي احنا عملناه النهارده. بتقول ان احنا معانا ايه؟ لحمه مكعبات ايا كان المقدار اللي انت عايزاه، 5 كوبايات ونص رز بسمتي ابيض، بصلايه مفرومه، واتنين جزر مبشور، معلقتين كبار فلفل احمر حامي مفروم، 3 معالق كبار صلصه طماطم، 11 كوبايه ميه مغليه لان احنا مستخدمين 5.5 رز، ومكعب مرقه ممكن نستغنى عنه، زبده وزيت علشان التعصيجه بتاعه اللحمه، ومعلقتين كبار سكر لكرمله الرز، وورق لورا، وحبهان، وقرفه بودر، وبهارات البرياني، بابريكا وكاري، وملح وفلفل اسود. وبهارات البرياني هننزلها دلوقتي حالا يا رغده. يلا بينا. دي بهارات البرياني. بهارات البرياني بنحتاج فيها ايه؟ معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره قرنفل، معلقه كبيره جنزبيل بودر، ومعلقه كبيره كبابه صيني، ومعلقه صغيره حبهان، ومعلقه صغيره من الكركم، ومعلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره من اليانسون. يعني ما تستغربوش من حاجات اللي انا حطاها، بس صدقوني لما بتتجمع كلها مع بعضها بتديني ميكس هايل وتطعيمه هايله جدا لاي حاجه او اي صنف انتوا بتحطوا فيه البهارات دي. ومعلقه كبيره زر ورد، ومعلقه كبيره فلفل اسود. بناخد الحبوب اللي هي الحاجات اللي هي الحب، لو انت عايزه بقى تعمليها من اول وجديد كده وتبقى فيها تطعيمه في منتهى الجمال وريحه هايله، بتبداي ان انت تاخدي الحاجات الحبوب تسخنيها على النار من غير اي مواد دهنيه او اي حاجه، وتبداي ان هي تطلع كل الزيوت اللي فيها، وتبداي بعد كده تعمليها في الكبه تطحنيها ناعم كويس جدا، وتبداي تحفظي المكونات دي كلها او التتبيله بتاعه البهارات البرياني في بطرمان وتحطيه في مكان جاف ما يبقاش طايله اي رطوبه. تيجي عندك هتعملي رز، هتعملي لحمه، حتى لو مش هتعملي اللحمه مع رز وعايزه تعملي لحمه بس، هتحطي منها معلقتين من التوابل بتاعه البهارات دي، هتبقى مدياكي تطعيمه في منتهى الجمال. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عملنا النهارده اللحمه بالرز المكرمل، وعملنا كمان الكفته بالخضار والمكرونه، ما شاء الله الجبن بدات تسيح وتمام وزي الفل. بعد الحاجات الدسمه والتقيله بقى دي، عايزه حاجه ترطب على قلبي كده، نقفل عليها ونسيبها لحد ما نقدم تكون خدت اللون الحلو اللي احنا عايزينه. عايزه بقى حاجه ترطب على قلبنا، الجو حر جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وعايزين حاجه ترطب وتطري. طيب عايزاكي من النهارده مثلا كده تروحي جايبه كيس، لو انت ما عندكيش مكعبات تلج او القوالب اللي هي مكعبات التلج، عايزاكي تجيبي كيس كده وتحطي فيه ميه وتحطيه ارميه في الفريزر، هتيجي تاني يوم هيكون اتجمد، تروحي حطاه على المطبخ كده ومديها له تكسيره هيكسر ويطلع معاكي تلج مجروش بالشكل ده. طيب محتاجه ايه؟ اي نوع فاكهه موجود عندك. انا النهارده الميكس اللي انا عاملاه ده اسمه ميكس نونه، عشان بيدي يعني تطعيمه في منتهى الجمال. عندنا ايه؟ لقيت منجايه عندي في الثلاجه، ورحت حط عليها شويه كمبوت خوخ كده، شويه كمبوت اناناس لما كنت بعمل تورتايه، حطيت حبه سكر مع حبه ثلج، وحطيت عليهم فانيليا. ايه لازمه الفانيليا مع اللي احنا عاملينه ده كله؟ جربوا الاول وبعد كده شوفوا التطعيمه هتبقى عامله ازاي. يلا بينا نعمل الميكس مع بعضه ايا كان نوع الخليط اللي انت عاملاه. وفي ميكس كمان انا بعمله في البيت بيبقى هايل جدا، انقع حبه كركديه من بالليل، بسم الله، انقعي حبة كركديه من بالليل واسلقي بنجرايه، وبعد ما تسلقيها قطعيها كويس جدا وارميها في ميه الكركديه، وتعالي تاني يوم حطي الميه بتاعت الكركديه في الخلاط مع البنجرايه، وحطي معاها منجايه متقطعه مكعبات، بنجر و بنجر وكركديه ومانجا، واضربي كله مع بعضه وشوفي الطعم هيبقى عامل ازاي. بسم الله
حطيت الخليط ده كله هبدا ان انا احط تلج مجروس. ويا سلام بقى لو مش عايزه تحطي تلج مجروس قطعي المانجايه وحطيها في كيس وحطيها في الفريزر، وحطي الكمبوت كمان في الفريزر. التلج اللي هو هيتعمل بيه هو اللي ممكن تضربي بيه، هيطلع لك طعمه في منتهى الجمال. هحط الفانيليا من دلوقتي؟ لا، انا هبدا دلوقتي احط شويه ميه صغيرين واضرب الخليط ده، ومش كتير، شويه ميه اللي هم يمسوا لي الخلاط. بسم الله، بس كفايه كده. واضرب ده كله مع بعضه، وفي الاخر خالص وانا بقدم اروح حاطه الفانيليا يا دوب ان هي تتقلب معاهم لكن ما تتخلطش. بسم الله. انا كده تمام وزي الفل. تعالوا ندوق كده. طيب نون، انا ما عنديش فانيليا وعايزه اعمل عصير، اعمل ايه؟ يا سلام لو عندك حبه نعناع فريش، يا نهار ابيض على الطعامه لو حطيتي نعناع فريش كمان بدل الفانيليا. بسم الله. سكره مظبوط؟ بصوا، هي المعلقه اللي بتاخدوها هو انتوا مش عارفين، يعني تحسوا ان انتوا لا ده عصير مانجا. تستطعموا شويه كده؟ لا ده كومبوت خوخ. بصوا التطعيمه شويه كده؟ لا كومبوت اناناس. في تطعيمات كتير داخله مع بعضها انتوا مش عارفين التطعيمه دي ايه بالظبط. كومبوت يعني فاكهه معلبه او فاكهه مغلفه محفوظه. بالشكل ده كده نبدا نجيب كوبايات التقديم بتاعتنا. هو ممكن اطلب الاستاند بتاعي بتاع كوبايات لو متاح؟ يعني مش متاح؟ سمعتي فيه وبعتيه يا فاتن؟ ماشي. ادي كده كوبايات التقديم، نبدا نقدم العصير بتاعنا، وبعد كده نطلع المكرونه بالكفته والخضار اللي عملناهم النهارده. بسم الله. شايفين القوام عامل ازاي؟ مع البق ده بقى ليا. تعالوا كده. بسم الله. بسم الله. يبقى كده عملنا عصير من الحاجه اللي موجوده عندنا في البيت، ما خدتش مننا وقت خالص. واللي انت عندك فاضت معاكي منجايه وتقوليش ايه يا نهار ابيض انا هعمل المنجايه هتقضي العيال ولا هتعمل بيها هعمل بيها ايه، لا خلاص ناكلها وخلاص. لا زي ما بقول لك كده، قشريها وحطيها في كيس وحطيها في الفريزر. اي فاكهه تفضل عندك قشريها وحطيها في كيس وحطيها في الفريزر، هتيجي بعد كده هتحتاجيها وتطلعيها. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نطلع نطلع المكرونه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده حاجه تفتح النفس وريحتها فعلا هايله. انا شكيت ان انا ممكن فعلا ما اكونش قفلته. حلقتنا النهارده تعتبر خفيفه وظريفه كده، وتنفع لاي مناسبه او اي تجمع. صنف المكرونه ده ممكن يتعمل ببواقي الاكل،
عملت مكرونه، عملت كسري وفاض مني مكرونه، باخد المكرونه بتاعته ببدا ان انا اعمل لها حبه خضار، شويه فلفل الوان مع الحاجه اللي موجوده عندي، مع بصلايه مع حبه مشروم، مش موجود المشروم مش مشكله، ببدا ان انا اقلب كله مع بعضه. نص كيلو لحمه مفرومه بيطلع لي ما شاء الله مع المكونات اللي احنا حطيناها بيطلع لي برده كميه. عملتي بعد كده حطيتيها رصيتيها كلها في طاجن وحطيتي على الوش شويه جبن، ما عندكيش شويه جبن حطيها في الفرن يا دوب تتشمع كده، بس غطيها بفويل عشان المكرونه ما تنشفش منك لو مش هتحطي جبن، وتطلعيها وصحتين وعافيه على قلبك. العصير، العصير اللي احنا عملناه النهارده يعتبر تجميع من الحاجات البواقي اللي موجوده عندنا في الثلاجه، يعني عشان ما تقوليش لنفسك لا الدنيا حر بس المانجايه مش هتقضي، الدنيا حر بس انا عندي من كل حاجه مفيهاش اي مشكله، حطي مع حبه ثلج احطهم في الفريزر يتجمدوا، واضربيهم مع حبه سكر ورشه فانيليا ورقتين نعناع اخضر، هيبقى عندك صنف عصير في منتهى الجمال. عملنا كمان الرز باللحمه المكرمله زي ما انتم شايفين كده، الرزايه بتتكلم عن نفسها، ريحه التطعيم بتاعت اللحمه والتوابل اللي احنا حاطينه هيطلع معاكي زي الفل زي ما انتم شايفين كده. سفره خفيفه في بدايه اسبوع ان شاء الله باذن الله يكون مليان خير وبركه. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اشوف تطبيقاتكم الحلوه اللي دايما بتسعدني وبتفرحني. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، تنويه بسيط مني، ان حلقه يوم الاثنين بتاعت السوشيال ميديا هتبقى بكره. حلقه يوم الاثنين بتاعت السوشيال ميديا هتبقى بكره، يعني بكره عندنا حلقه سوشيال ميديا، واحنا عارفين ان حلقه السوشيال ميديا بالنسبه لي بقت حلقه الاعتناء بالنفس. هنعمل ايه بكره؟ هنعمل صنفين او حاجتين، هم الصنفين اكل، حاجتين عشان نعتني بنفسنا. حاجه طلبت مني كتير جدا وهي مزيل العرق اليدوي، هنعمله على ايدينا بالعطر اللي انت عايزاه بحاجه مضمونه جدا، ولا تسود تحت البط، بل بالعكس هي بتفتح تحت البط وبتدي نتيجه ممتازه. وهنعمل حاجه ثانيه طلبت مني برده ناس، طلبت بعد الحمام المغربي اللي احنا عملناه ولقى نجاح حلو جدا مع الناس، عايزين المخمريه اللي انت قلتي عليها، فبكره ان شاء الله عندنا المخمريه ومزيل العرق على ايدينا، ونشوف اسئله حبايبنا اللي ان شاء الله باذن الله نقدر نجاوب على اكبر قدر منها. اتمنى اشوفكم على خير واسيبكم على خير، واقابلكم بكره في حلقه جديده الساعه 10، واللي فاتوا اي حاجه من حلقه النهارده بيقدر يتابعنا 9:30 ان شاء الله. اسيبكم على خير ان شاء الله واشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده، واقول لكم السلام عليكم.